السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه النهاردة؟ اول فيديو في فيديوهات الاستعداد لرمضان وازاي الاستعداد للعيد وازاي تحضري بشرتك للعيد والمكياج والحاجات اللي انت بتخشي عليها. فانت محتاجة انك تحضري بشرتك انها تكون جاهزة انها تتحمل كل الحاجات اللي انت بتعملوها في العيد من المكياج وحاجات زي دي. النهاردة هتكون خلطة هتسيبوها على بشرتكو تقريبا من 15 ل 20 دقيقة وهتلاقوا نتيجة هايلة جدا. الخلطة دي سهلة وان شاء الله يكون الفيديو ده خفيف عليكم كده، نحاول نعمله بسرعة. الخلطة عبارة عن عسل، تمام، وعبارة عن ليمونة، ليمونة صغيرة او كبيرة على حسب انت عايزة تعملي ايه. خلينا نعمل مع بعض الخلطة بسرعة. عندي هنا الليمونة هعصرها، تقريبا هيطلع لي منها عصير مقدار معلقة كبيرة من الليمون. هنعصر الليمونة كده. الشوائب اللي بتنزل منها دي مش مشكلة، مش هتعمل لنا ازمة، مش هتكلكع، مش هتعمل اي حاجة في الليمون، فعادي ممكن نسيبها. لو انت بتضايقك الشوائب دي وانت بتعملي الماسكات بتاعتك ممكن تشيلي الشوائب اللي انت مضايقاكي دي. لو انت بشرتك حساسة يعني حاولي ما تعمليش الماسك ده لان الليمون ممكن يكون شديد عليكي، ممكن تجربيه على حتة من بشرتك الاول قبل ما تستخدميه. بس عموما الليمون مفيد جدا للبشرة فحاولوا تجربوه. بعد ما حطينا معلقة كبيرة من الليمون هنحط معلقة صغيرة من العسل. شوية الوصفة شبه الوصفات بتاعت لما يبقى عندنا برد او حاجة زي كده. هناخد معلقة صغيرة من العسل، يدوب معلقة صغيرة قدام معلقة كبيرة من الليمون، وهنقلبهم مع بعض. مش هيبقوا كريم، مش هيبقوا اي حاجة من الحاجات اللي احنا بنعملها في العادي في الوصفات. هنفضل نقلب لحد ما العسل والليمون يتجانسوا مع بعض ويبقوا حاجة واحدة كده. العسل بيقعد فترة طويلة شوية في الليمون ان هو يدوب، وده شيء طبيعي، هتحتاجي انك تقلبي اكتر واكتر لحد ما يدوب العسل ويخش جوه الليمون ويبقى حته واحده. يعني في عسل لسه على المعلقه، فانا هحاول اقلب اكتر لحد ما العسل يدوب ويبقى هو والليمون حاجه واحده. الوصفه دي مهمتها ان هي تخلي البشره ناعمه اكتر زي بشره الاطفال. انتوا بتسيبوها زي ما قلت لكم من 15 ل 20 دقيقه على بشرتكم وان شاء الله النتيجه تكون هايله. خليني اوريكم، بس طبعا هو لسه فيه عسل، بس انا خليني اوريكم الماسك ده شكله بيبقى عامل ازاي على الايد. انت بتسيبيه فتره، طبعا هناخد حبه بس فيهم كده. الميزه ان الليمون بعد شويه الليمون هيتفاعل قوي مع العسل، والعسل هيبدا يخلي البشره شبه ملزقه كده، فلما هتيجي تفركه هتلاقوا ان البشره بدات تشد معاكم والبشره تبدا تنعم. الماسك ده تنشفي تغسلي بشك بميه فتره، و يعني تشطفي وشك بميه فتره وبعدين تغسليها بميه ساقعه، علشان البشره بتبقى مشدوده جدا، فبنبقى عايزين نعمل لها كمادات علشان نحافظ على رونقها وان هي تبقى مشدوده. يا رب يكون عجبكم الفيديو ده، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد ووصفه تانية واستعداد للعيد. وكل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم.